اهلا عماد، واهلا بضيفيك الكريمين كل من محمد سهيل وايضا خليل بودرا. ايضا عماد، نتواجد هنا بمنطقه المشجعين بمدينه الدار البيضاء، الاكيد على ان الاجواء كما تابعنا خلال المباراه الاولى والثانيه لا تختلف كثيرا على الاجواء المصاحبه لكل مباريات المنتخب الوطني المغربي. اكيد على ان الجماهير المغربيه اليوم تمني النفس من اجل الانتصار ومن اجل تصدر المجموعه السادسه. ايضا لا ننسى بأن الجماهير المغربية حضرت إلى هنا إلى منطقة المشجعين قبل مباراة المجموعة الخامسة من أجل متابعة مباراة المجموعة الخامسة والتعرف أيضا على ربما خصم أسود الأطلس إن شاء الله بعد الفوز اليوم وتصدر المجموعة السادسة. عماد، حتى لا أطيل عليك، سنتعرف على آراء الجماهير المغربية، والبداية أكيد ستكون بالعنصر النسوي. السلام عليكم، اليوم مباراة أكيد ما سهلاش، انتصرنا في مباراة الأولى، تعدنا في مباراة الثانية، كيفاش كتشوفي المباراة ديال اليوم أمام منتخب زامبيا؟ كنظن أن مباراة زعما في المتناول، ممكن أننا زعما ممكن زعما أننا ندوزو بها، سواء ربحنا سواء زعما دزنا سواء ما زدناش، دزنا بشي نقطة ولا ما زدناش بشي نقطة اللي زعما المهم هو ضمننا التأهل. أصلا ضامنين التأهل زعما في الماتش اللي قبل. نتمنوا خير ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله اليوم حضرتي لمنطقه المشجعين، كنشوفوا رفقه العائله، علاش اختاريتي منطقه المشجعين وما تفرجتيش في الدار او في مكان اخر؟ وا كتبغي تفرج في المنتخب ديالك، كتبغي البلاصه اللي يكون فيها لومبيونس وداك الشيء والحماس، سيرتو حنا ضامنين التاهل. ان شاء الله غادي نديو ان شاء الله، عندنا حظوظ باش ندافعوا على اللقب اللي غاب عندنا هذه تقريبا من سنه 1976، وان شاء الله غيكون خير ان شاء الله. حنا ان شاء الله نشوفوك. شحال ربحوا اليوم؟ 4-0. شكون اللي غيماركي؟ حكيمي. ان شاء الله غيماركيهم كلهم حكيمي؟ لا. شكون اللي غيماركي عاوتاني؟ نصيرة وزيان. ان شاء الله ان شاء الله. نشوفوا ايضا اراء الجماهير المغربيه، شنو يمكن تقولي على مباراه ان شاء الله اليوم؟ ان شاء الله اليوم غادي يكون الفوز، ماشي اي فوز، غادي يكون فوز كبير، واللي غادي يمكننا ان شاء الله باش ندوزوا ان شاء الله الكارت فينال والدومي فينال والفينال ونديو هاد لاكوب اللي شحال هادي ما ديناها تقريبا من 1976. ونتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، وان شاء الله غيماركي حكيمي ونصير ان شاء الله. عماد، الجماهير المغربيه دائما متفائله، شحال ربحوا اليوم؟ شحال؟ اربعه. ان شاء الله كاين ربح. ان شاء الله. شنو يمكن تقولي على مباراه اليوم؟ مباراه ما سهلاش امام منتخب زامبيا. ان شاء الله نربحوا لها 3 بوان باش نطلعوا في الصداره، ونهديو الفوز لاخوتنا الايفواريين ان شاء الله. نتمنى التوانسه يدوزوا ان شاء الله، ونتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربيه. انت ربما الى ما خانتنيش الذاكره توقعتي نتيجه المباراه الاولى تنزانيا، اليوم شحال كتوقع النتيجه؟ اليوم كنظن شي غنربحوا 3-0، لانه المباراه ما غتكونش سهله بطبيعه الحال، ولكن واللي غيكون جميل في الامر هو غنلعبوا في العشيه مع التاسعه مساء، الجو غيكون شيئا ما مناسب، اذا غادي تنتوقع بانه غادي نربحوا بواحد النتيجه اللي كبيره، لانه عندنا منتخب كبير كيف كنقولوا دائما غنبقى نقولها، لكن غنلعبوا في الوقت اللي هو غيكون مناسب، غتكون النتيجه في صالحنا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ودائما في اطار تصريحات الجماهير المغربيه، مباراه اليوم مباراه ماشي سهله امام منتخب زامبيا، علمتنا ربما هاد كاس افريقيا بان حتى منتخب ما سهل، شنو يمكن تقول لنا على مباراه اليوم وتوقعك النتيجه؟ السلام عليكم، اليوم المباراه المغرب وزامبيا ان شاء الله تكون الفوز عن النصيري وعن اوناحي. المهم المنتخب غير ربح، المهم ماشي مشكل اللي ماركه ان شاء الله. زميلي عماد، هذه يرى الجماهير المغربيه من هنا منطقه المشجعين، عوده اليك.